السلام عليكم، تمنى تكونوا بخير وبألف خير. واليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم هاد لي سيجار هادو أو لينيم أو القنينطات آسيويين أو تشينوس اللي معدلين بالخضر والدجاج، صحيين 100%، اللي كيجيو لذادين ومقرمشين وسهلين التحضير. وفي الفيديو اللي ماجي إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد السوشي هذا اللي عدلت. صراحة ساهل، تبعوا معايا غير الخطوات وان شاء الله غادي يعجبكم بزاف. في الفيديو السابق اللي فيه تحضيرات مائده الافطار كنت حضرت معكم هاد الصوبه هادي اللي صراحه كتجي ساهله وكتعجب الاطفال. وفي الفيديو هذا حتى هو غادي نشارك معكم هاد الصلصه هادي اللي حضرت هاد لينيم هادو ديالي، كتجي حلوه وكتجي مرافقه مع هاد لي سيغار هادو. دابا غادي نخليكم مع طريقه التحضير. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد روجيتوس د تشينوس او لا يعني لي سيغار د الخضر د اسياتيك. غادي نحتاج هنايا عندي الصدره د الجداد، عندي هنايا الفداوش د تشينوس او فداوش شينوا. ممكن تستعملو حتى هادوك ديك البويض، وما اصلا كيستعملو هادوك البويض، انا ما عنديش دابا. غادي نعمل هادو ديك اللي كنعملو في البسطيله كيكونوا بويط على هيدا. المهم انا غادي نكتفي بهادو. غادي نحتاج تشامبينيونس، من الاحسن يكونوا من هذا الكحل، ولكن اذا ما كانوش واخا نستعملوا البويط. هنايا عندي الجعده او الجزر، بويرو، الكرومب. غادي نحتاج هنايا الصوجة، عندي هنايا الماء هو اللي غادي نفسخ به هذا الفداوش هذا بالتشينوس. وهنايا عندي سكنجبر طري، عندي ثلاثه الفصوص ديال الثوم. هنايا عندي الابزار، هذا ماشي الملح، هذه معلقه صغيره السكر. والابزار عندي هنايا، يعني ما كتستعملوا الابزار ابيض، انا ما عندي مخلط، غادي نعمل هذا اللي مخلط. وعندي هنايا الورقه هذه ديال التشينوس. اول حاجه غادي نعملها، غادي هنايا عندي الماء دافي يعني تقريبا بارد، غادي نكبو على هاد الفداوش. وغادي نخليوهم دابا من بعد ما قطعت الثوم والسكنجبر كيف ما تشوفوا، من الاحسن يكونوا مقطعين على هذا الشكل هذا، ما يعني ما تحكوهمش، كيعطيو الطيبه يعني احسن. غادي نعملهم يعني يتقلاو على بيد من غادي نمشي نقطع تشامبينيونيس او الشامبينيون ديالي. غادي نقطع غير اربعه فقط.
كيما تشو قطعت البوارو حتى هو وضيفته، يعني من الاحسن نبقاو نضيفوا الخضر يعني واحده بواحده وحنا ماشيين كنقطعوا. كيف ما تشو دابا كنقطع الجزر، كنحاول نقطعه يعني رقيق على هذا الشكل هذا. حتى الكرنب نحاولوا نقطعوه يعني رقيق لحد ما قدرنا. حتى الجداد او الدجاج غادي نحاول نقطعه الى شرائح جد رقيقة. دابا كيف ما كتشوفوا هذاك الفداوش اللي كنت شمختهم في الماء، دابا غادي نستقطرهم غير هايد على هذا الشكل وغادي نبدا نقطعهم. يعني هما باقي ما طابوا شي 100% باقيين قاصحين، دابا ملي غادي نعملهم في المقله غادي يزيدوا يطيبوا. دابا غادي نرش كما كتشوفوا الملح والسكر وغادي وبالنسبه للصوجا يعني القياس اللي غادي تزيدوا، حتى كما شفتوا حنا ما عملناش الملح، يعني غادي نبدا نضيف الصوجا حتى يتملح معايا ويرجع يعني المذاق الملح اللي خصنا حنايا، تما غادي نكونوا صافيين يعني عملنا المقدار الكافي، لان كل واحد غادي يعمل الخضر على حسب الذوق ديالو. من بعد ما غطى بالخضره نخليوها تدبرت تماما، عاد غادي نلويو القنينطات ديالنا او لينيم. كما كتشوفوا هذا النوع ديال الورقه يعني كتفسخ بسهوله، ماشي فيها الورقه ديالنا المغربيه يعني كنبداو نفسخوها باللاتي، يعني هذه سهله وطريقه طويله انتما كتشوفوا، يعني سهله الطريقه بلا ما نشرح لكم. وبالنسبه يعني للزيت والزبده باش تدهنوا الورقه ديالكم ماشي ضروريه، يعني انا غير خفت يعني الورقه تجي ماشي مزيانه، ولكن ملي كتقلى مع الزيت كتجي مقرمشه، واخا ماشي ضروري تدهنوا الورقه. دابا غادي نجوز باش نحضر صلصه اغريدولسي، يعني صلصه المرافقه لهاد لينيم هادو. الصلصه كتجي حلوه، عندي هنايا معلقه كبيره ونص د كاتشوب، وعندي هنايا 5 د المعالق كبار د السكر، وهنايا عندي 4 د المعالق د هذا الخل، هذا الخل د الروز غادي نستعملو منه 4 د المعالق كبار. وبالنسبه باش نتقلو يعني لاصوص ديالنا، عندي هنايا ملعقه صغيره د النشا ماشي مملوءه بزاف، وعندي هذا الكاس ديال الماء صغير غير باش ندوب فيه ديك الصلصه، وغادي نحتاج كاس اخر باش نعملو في يعني مع لاصوص ديالنا. انتما تشوفوا عملت يعني كاس ديال الماء في الكاسويله، كبيت عليه ديك 4 المعالق كبار ديال الخل ديال الروز و5 المعالق ديال السكر، وغادي نضيف دابا معلقه ونص ديال الكاتشوب. غادي نخلط هاد العناصر هادو اللي ضفنا مزيان مع بعضياتهم، وغادي نعملهم على النار، وغادي نقوز باش نخلط ديك مايسينا اللي عندي، غادي نخلطها مع الماء غير باش ندوبها، باش من بعد ملي غادي تغلي معنا الصلصه او لاصوص غادي نزيدوا له هذا النشا هذا. دابا غادي نخليو لاصوص ديالنا تتغلي تيزول ديك الدسمه ديال الخل، وعاد غادي نزيد لها وغادي نضيف لها النشا.
ها هي دابا لاصوص عندنا واجده كما كتشوفوا، كتعمل فقاعات هيدا كبارين. يعني ملي كتشوفوا الصلصه بدات كتقل معاكم صافي، يعني 10 دقائق مورا ما كبيت لهاديك النشا صافي، غنطفيلها 10 و5 دقائق على حسب. ودابا غادي نقوز باش نقلي هاد القنينطات او لينيم ديالي. من الاحسن نعملو الزيت كتر من هيدا، انا ما كانش عندي يعني كنتقاضى للزيت. كيف ما كتشوفوا كيبداو يتحرقوا، يعني شوف ملي كيكونوا مباشره منزلين على القعد د الطنجره او د المقله كيبداو يتحرقوا داغيه، يعني من الاحسن يكون الزيت بكميه كبيره باش ملي كيتقلاو كيعطيو لون واحد. صافي هما هادو لينيم ديالنا، وهذه هي الصلصه ديالنا. كما تشوفوا يعني كيجيو صحيين ويعني غير مكلفين كيف ما تشوفوا، وساهلين التحضير. يعني هاد الطريقه مزيونه باش ياكلوا بها العيال الخضر او الاطفال. وكما كتسمعوا القرمشه يعني كيجيو مقرمشين ومزيونين بزاف. وفي الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله غادي نشارك معكم كيف ما قلت لكم هاد السوشي هادو. يعني الطريقه سهله ماشي زعما صعابين كيديروا فحال اللي كانهم زعما شي حاجه صعيبه، ولكن اذا كانت متوفره من عندكم غير ديك الورقه ديالهم غادي تقدروا تعدلوهم. ودابا غادي نشكركم بزاف على المشاهدات ديالكم واللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، وغادي نقول للناس اللي جدادين معنا في القناه مرحبا بكم معنا في القناه، واذا عجبتكم القناه ما تنساوش تضغطوا على ابوني او سبسكريبير او اشتراك، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. والى الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله.